هي مراجعة أول أفلام عالم مارفل بالنسبة لي، يعني عالم دي سي دخلنا فيها عن طريق جوكر. المراجعة ساعتها ما كانتش بالجودة المطلوبة وكان في مشاكل في الصوت، على الرغم من إن أنا حابب نوعا ما التحضيرات اللي حصلت مني ساعتها. دي كانت بداية أخذ الملاحظات بقى والكتابة والكلام ده كله. ولكن هل في هيكون فارق بقى مع فيلم بلاك ويدو؟ خلينا نبدأ من ناحية القصة. القصة بتحكي عن نشأة الأرامل السوداء، النقطة اللي كان فيه عليها شوية تلميحات لما كنا بنتكلم قبل كده عن ماضي ناتاشا، واللي هي حاجة بتحكي قصتها أو بتورينا جانب من شكل حياتها قبل ما تنضم للأفنجرز. مشكلة القصة ديت إن هي فيها كذب شويتين، لأن معظم أحداث الفيلم هي ما بين سيفل وور وبين إنفينيتي وور، يعني هي في الوقت الحالي بعد انضمام الشخصية للأفنجرز فعليا. بس الفكرة من الفيلم هي استغلال الفترة الزمنية اللي هي فترة غير معلوم ايه اللي حصل في اثنائها. وهنا احنا بنروح لجانبين، اما ان الفيلم بالفعل عنده حاجة هو كان عايز يحكيها وده نوعا ما حصل، او اما ان الفيلم هو عبارة عن حشو وده برضه حصل. الفكرة من المنظمة او العصابة اللي هي موجودة في ماضي ناتاشا هي شبيهة بفكرة افلام هيتمان، ودي حاجة بانت اول الفيلم، فالكلام ده مش حرق. بس احنا فعليا ما عشناش الماضي ده، ما عشناش الاحداث ديت، ما عشناش المأساة قسوة الاحداث، على الرغم من ان يعتبر اتحكلنا بس بعض من الحاجات اللي حصلت، ولكن ده طبعا مغاير تماما عن اننا بنتفرج على الحدث ذات نفسه. ومن هنا خلينا نخش في جانب السلبيات بشكل مباشر. اول نقطة كده واضحة وبارزة هو ان طول الفيلم ساعتين وربع، واللي انا لسه قايله ده ما حصلش. ضمن الساعتين وربع دول انت كان عندك وقت كافي وكان عندك يعني حاجات ممكن ان انت تشيلها من السيناريو بالكامل، كنت هتطلع جانب درامي كويس، لان في لحظات في الفيلم كان فيها جوانب دراميه كويسه. كان عندي فكره التخوف من البروباجندا، ولكن لمعيشتنا مع شخصيه ناتاشا على مدار افلام كتير يعني، فالموضوع ما كانش غريب في الفيلم بتاعها، الا ان الجانب بتاع ان معظم الستاف معظم الممثلين هم اناث، فانا مش قادر ان انا اقول انا مش شايف يعني البروباجندا اللي بتتروج. بل ان زياده بقى على الجانب بتاع ان الفيلم ما حكاش او ما ورناش بشكل متعمق اكتر، بشكل احنا نشوف بعينينا الاحداث اللي حصلت في ماضي ناتاشا، في اسئله خرجت من الجوانب ديت المفروض كان يتم الاجابه عليها عشان نبرر وجود الشخصيه مع الافنجرز. الفيلم تجاهل الموضوع ده على اعتبار ان هو ناوي يخليها للجزء الثاني، وديت حركه نوعا ما، ومش نوعا ما، هي حركة رخيصة. نقطة كمان في الجوانب السلبية هي فكرة نسخ بعض الحاجات اللي حصلت لبعض الشخصيات ورميها في الفيلم هنا، ولكن طبعا مع شخصية تانية، شخصية حتى هنا في الأحداث احنا ما تعرفناش عليها، ما سمعناهاش بتتكلم، على أساس ان البدايات كلها بتتكرر، وديت مش بداية كويسة للمرحلة الرابعة. دي بداية فيها لمحة كده من ريحة التكرار اللي هتحصل، ده بيوضح ان انت في عندك حشو. ومن هنا في نقطتين تقال في جانب السلبيات. اولا نقطة هي الاجابة على بعض الاسئلة اللي هي جوهرية بعد ما بنتعرف على الشخصيات، الاجابة من داخل الاحداث ذات نفسها كان بيتم نوعا ما تجاهلها، على اعتبار ان ممكن بعد كده نجاوب، او ممكن بعد كده الناس تنسى، ممكن بعد كده نمشي الاحداث ان الشخصيات كانت عايزة تتناسى ومش اكتر. النقطة الكبرى هي ازمة الشخصيات بالنسبة لي. الشخصيات الاساسية اللي مرينا عليها واللي هي فيها جانب يعني نوعا ما هيكون حرق، ولكن ابرزهم هي ناتاشا. ناتاشا هي الاقل في اللي كان عندها مشاكل، كان برضو فيها جوانب ايجابية، وهي تقريبا الجانب الوحيد اللي هنذكر فيه الإيجابية من الشخصيات. ولكن لما نيجي لناحية الشخصيات كلها بشكل عام التانية سطحية، الشخصيات في تصرفات كتير من تصرفاتها كأنها مجرد آلة. مش عارف أوصل كلامي بشكل سليم لأني عايز أتكلم في النقطة دي بحرية، واللي هي نقطة هتكون في جانب الحرق. لكن رجوعا مرة تانية لناتاشا، المشكلة أو الأزمة اللي في الجوانب الإيجابية إن أهم نقطة واللي هي مربوطة بلحظة إند جيم، اللي هي لحظة بعد الفيلم ده هتحس بمشاعر أكتر مع لحظة موت الشخصية، كان في حاجة أساسية مربوطة بالفيلم ده، ولكن الفيلم
نوعا ما بوظها، او مش عارف هل اقول هي ديت جانب سلبي ولا نمشيها ان هي بشكل ما كانت ممكن تعدي. عايز اتكلم في النقطه ديت اكتر، ولكن لازم اخدها في جانب الحرق. شفت بقى كل اللي انا قلته ده؟ الفيلم كان فيه تمطيط، الفيلم كان فيه حشو، كان كان من الممكن تحسين بعض السيناريوهات، كان من الممكن اضافه حاجات كتير من الماضي بتاعها، لان بعد السكيب اللي اتعمل ده حدة الدراما على مدار الأحداث كانت قليلة، بالأخص في آخر ساعة إلا ربع اللي هي كانت الوقت المثالي لزيادة حدة الدراما، واللي الفيلم كان نوعا ما بيعبر عن إنه جو ساخر فيه. الجزء ده هو اللي كان الجزء المنتظر، ولكنه كان الجزء الأقل متعة في الفيلم، على الرغم من إن الأحداث ذات نفسها لما تم شرحها وتم شرح الخطة اللي موجودة في الأحداث، الأمر تحول من كونه رديء ومن كونه ركيك لكونه مقبول مش أكتر، وده بعد مدة ساعتين وربع مش حاجة مقبولة، مش حاجة كويسة في الفيلم، بل تعد من أكبر العيوب اللي في الأحداث. بعد كل السلبيات ديت بقى، أظن أنت متخيل إن مفيش إيجابيات خالص، ولكن يعني الحمد لله لسه موجود. أحسن حاجة الفيلم ده رسخ ليها هو عدم التمهيد لرجوع الشخصية بعد اللحظة اللي احنا شفناها مع هوك في الاند جيم، لان الفيلم ذات نفسه خلى اللحظة دي قيمتها احسن بالنسبة لنا، او على الاقل بالنسبة لي، لان لو رجعت بصيت للشخصية دلوقتي في تعلق حصل ما بيني وما بينها اكتر، لان بقى في حدث مكون ليها احسن. ومع اني قلت ان الجزء اللي هو كان في الاخر كان فيه مشاكل، وكان هو الجزء اللي كان السيناريو فيه ما إلا إن الأكشن الأخير كان حلو، كان الأفضل في الفيلم، وزي ما قلت من شوية الكوميديا كانت من العوامل الحلوة، على الرغم من إنها ما طلعتش غير في النصف الثاني تقريبا، أو لا مش في النصف الثاني، هو أنا اللي شايف إن الفيلم كان مقسوم على نصين، لأن أول نص ساعة أنا شفتها في وقت، وتاني ساعتين إلا ربع شفتهم بعدين، يعني لك أن تتخيل مدى المط اللي كان موجود في الفيلم عشان أشوفه على مرتين للدرجة دي. ولكن الكوميديا اللي برزت من ساعتها كانت كوميديا كويسة، بالأخص إن بعدين كمان بقى في كوميديا شبه ثور اللي هي حصلت في الإند جيم، على الرغم طبعا إن لا مقارنة تماما بين الشخصية الهخة اللي كانت في الفيلم ده وما بين شخصية ثور اللي كانت في الإند جيم. في بعض النقط المترابطة بشكل كويس ما بين الفيلم وأحداثه في الماضي ذات نفسه، وما بين الفيلم والماضي بتاع عالم الأفينجرز بالكامل. الإيجابية اللي قد تكون وحيدة في جانب الشخصيات، اللي هي بعض الحاجات اللي برزت دلوقتي من نتائج. تعمقنا أكتر في الشخصية، عرفنا جوانب جديدة من الشخصية. أحسن نقطة برزت في جانب شخصية ناتاشا كانت فكرة عقدة الثقة اللي اتكونت، اللي هي قد تكون الإيجابية الأعظم في الفيلم. كانت إيجابية اتفرش لها بشكل كويس وحصلت بشكل كويس جدا. والإيجابية التي تليها في المرتبة هي فكرة العائلة بتاعتها، هي فكرة الحاجات اللي نقدر نقول إن احنا طلعنا بنت طفولتها، وليه حاجة مربوطة بشكل مباشر مع لحظة موتها. ومن هنا هتنتهي الفقرة الإيجابية والسلبية، وهتنتهي فقرة الغير حرق، وهنخش على الحرق. وبالنسبة للتقييم فلا يوجد، لو انت لسه ما تابعتش الفيلم ف اقفل الفيديو هنا. بما كنا مستمرين على النقط الايجابيه فخلينا اكمل عليها. نقطه العقده اللي ظهرت مع الشخصيه هي كانت احسن حاجه حصلت في الفيلم، لان على مدار الاحداث لما شفنا خيانه الثقه اللي حصلت من ابوها وامها، ان الطفوله بتاعتها ما اتكونتش، ان هي كانت عارفه بقساوه اللي هي مقبله عليه ومشفقه على اختها الصغيره، دي كلها من الجوانب اللي خلت الشخصيه يعني أثرها الدرامي يكون أحسن. على الجانب التاني ظهور عاطفة الندم والشعور بتاعها ده، واللي هي إشفاقها على البنت اللي هي تسببت في معاناتها، بنت درايكو، وارتباط النقط ديت في فكرة إن هي بشكل كبير ما عندهاش أصل ممكن إن هي ترجع له، أو عائلة هي عارفة مكانها فين، على الرغم من إن على نهاية الفيلم تم تبويض النقطة اللي أنا عايز أوصل لها، وهي إن فكرة دلوقتي هي قالت إن بقى عندها عائلتين. كنت عايز اربط الكلام اللي انا لسه قايله من شويه ان الشخصيه ملهاش دلوقتي عائله، والفكره ديت بتودينا لان لحظه التضحيه اللي هي عملتها بمكان هوك كانت لحظه دراميه عاليه جدا في الوقت الحالي،
ده لان هي مشفقه على الشكل اللي ممكن عائلته توصل له لو الشخص ده مات، لو الشخص ده ضحى بنفسه، هي ملهاش مكان ان هي ترجع فيه. فبشكل حسابي بحت وبشكل منطقي هي شايفه ان تضحيتها هتكون اقل يعني تدميرا لمشاعر ناس عايشه من موتهم، بالاخص ان ارتباطه مع عائلته حاجه ممتده وهو لسه قدامه اطفال لسه عايز ان هو يربيهم على العكس منها هي. ولكن زي ما قلت النقطه دي اتضربت شويتين ساعه لما هي قالت ان هي دلوقتي بقى عندها عائلتين. قلت من شويه ان كان في كوميديا شبيهه بثور، واللي هي كانت اللحظات اللي مع اليكس اللي هو ابوها او خنزير ده، اللي هو كان بيبين فيها لحظات الشخص المغفل اللي هو بيتصرف بشكل غير طبيعي او منطقي وبكوميديا ساخره. ولكن طبعا زي ما قلت في فارق كبير، على الرغم من اننا لما نيجي نرجع ونقارن بدايه الشخصيتين اليكسي وبدايه ثور، فبدايه ثور كانت معفنه، بدايه ركيكه جدا، وفكره الخطه اللي حصلت ما بينها وما بين امها كانت فكره كويسه. ولكن نيجي للنقطه اللي هي الازمه اللي انا عايز ارجع لها، هي الانسجام والود والحب بعد تقدر تقول كده البناء للعاطفة السيئة اللي هي بتكنها لعائلتها، بتكنها لأبويها بالأخص. دي من أكثر النقط الركيكة اللي كانت موجودة في الأحداث، ده لأن كان المفروض الشخصية تبرز عاطفة أكبر من كده، كان المفروض الشخصية تطلع جانب تقدر تقول كده عايزة تشفي أو تخرج كل اللي جواها، وده بشكل كبير ما حصلش، حصل في جزء ما ولكن مش بالمستوى اللي كان مطلوب. وفي بداية الموضوع الأمر كان واخد منحنى ساخر، وده كان مخلي زي ما قلت من شوية حدة الدراما في الحدث ده اللي كانت مطلوبة كانت قليلة. أبوين كانوا خنزيرين بمعنى الكلمة، الشخص ده كان مهووس بشكل كبير بحاجة غير عقلانية وغير موجودة على أرض الواقع، ومش عابئ بمشاعر بناته بشكل مطلق، على الرغم من ان هو المفروض كان يكون مدرك لمدى القسوه اللي هم تعرضوا ليه. زي ما قلت السيناريو الاخير الشرح فيه كان كويس، ولكنه في الاخر كان سيناريو في اقصى مرحله كنا هنقول عليه مقبول. خاص اللي حاجه اللي تخليني اقول ان هو سيناريو في مشاكل هو بناؤه على فكره الانسجام العائلي اللي حصلت، على الرغم من ان انا ممكن اتقبل النقطه ديت في طرف ان هي عملت كده عشان توصل للهدف بتاعها. ولحد مقابلة الأختين أنا كنت فاكر إن هي واحدة من داخل المنظمة طلعت عارفة إن دي أختها وإن هي لسه عايشة، ومع ذلك هي سابتها للحياة اللي هي كانت فيها، لأن هي ما كانتش مدركة إن درايكوف لسه عايش، واللي حاجة بتطعن في قوة منظمة شيلد. ولكن لما نيجي لجانب إن المنظمة دي كانت مخترقة وإن ممكن درايكوف ذات نفسه كان مخترقهم، فممكن نمشي النقطة دي. ولكن لما نيجي للحظة التقاب الأختين، فكان ناتاشا المفروض كان يكون عندها مشاعر أكتر، لأن بالخصوص يعني إن هي ديت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون ناتاشا طلع بيها من العائلة، حاجة ممكن تسميها إن هي عائلتها. نرجع تاني للمدرع والمدرعة اللي هي طلعت بنت درايكوف اللي هو كان أكبر الخنازير في الفيلم ده، السيناريو بتاعها هي كمان مكرر، شخصية نفس طبق الاصل اللي حصل لباكي بارنز. يا ده كمان يعني اللحظه بتاعت كابتن امريكا وباكي بارنز كان فيها دراما احسن من كده بفارق. ديت كانت من النقط اللي مخلاني استبعد ان بنت درايكوف هي اللي موجوده داخل المدرع ده، لان كنت عايز استبعد تكرار السيناريو ده. بيودينا لان حشو واحده بقى من النقط اللي المفروض ان هي متسابه للجزء الثاني من الفيلم، هي فكره دخول ناتاشا لمنظمه شيلد. فاهم ان ممكن الاجابه على السؤال ده تكون بسيطه، ان الشخصيه ادتهم معلومات عن درايكوف، ولما تم القضاء عليه او تم انهاء منظمته قبلوها كعضوه. ولكن الموضوع مش بالسهوله ديت، لان المفروض ان الشخصيه دي كانت معروفه داخل الاوساط بشكل كامل لمده طويله ان هي مغتاله، وان هي شخصيه المفروض ان هي مطلوبه بالاخص كمان او من منظمه شيلد نفسها. فده كان بيودينا لان ازاي، على الرغم من ان في ترابط من ان بسبب خروج الشخصيه تم يعني تقدر تقول كده تطوير المنتج او الترياق اللي هو او الرقاقه اللي بتسمح لدرايكوف انه يسيطر على الارامل السوداء، وديت نقطه في الترابط كويس. في الاخير اخر جزء من الفيلم هو بعد احداث الاندي جيم اللي هو بعد الكريدت. دلوقتي الاحداث او المنحنى اللي ناويه تاخده الاحداث في الفيلم الجاي
مش شايف ان هي هتكون اللي هيتبني على الفيلم، لان ممكن يتم شرح الموضوع ده لينا دلوقتي ان هوك ما كانش متسبب في موتها، لان من تخيلي او من ذاكرتي المفروض ان الاثنين هي وهوك كانوا اقرب اثنين على حسب ما ظهروا داخل الافينجرز لما شفناهم في الماضي، هما الاثنين اللي راحوا عشان يجيبوا حجر من احجار الانفينيتي. فيعني في تقارب ما بين الاثنين، في تفاهم ما بين الاثنين، وقد يكون هوك هو السبب في انضمام ناتاشا داخل منظمة شيل. فمش منطقي تماما ان هو هيكون العدو القادم في الفيلم او الجزء الثاني. فتوقع ان الشخصية ديت هي اللي هتكون العدو، او من الممكن ان يحصل تويست وتكون هي الشريرة في الاخر، ويكون في شرير مشترك ما بين هوك وما بين إيلينا، الاثنين هيتعاونوا عشان يقضوا عليه، وبعد كده نكتشف في التويست في الاخر ان ديت هي العدو اللي كانت موجودة يعني من الاول خالص. فده مش مستوى يعني لما نيجي نقارن مع الموضوع، ولا من ناحية حتى يعني كل أبطال مارفل مفيش حد مساوي لبداية توني ستارك أو أيرون مان. فعلى الجانب ده هي بداية مارفل بشكل عام مش مبشرة على الإطلاق، على الرغم من ديت بداية المرحلة الرابعة. فبداية المرحلة الرابعة بالمستوى ده، في الآخر الفيلم كان لا يستحق ساعتين تماما، كان ممكن يتم تقليله، كان ممكن زيادة الدراما، كان في حاجات كتير ممكن تحسينها، وللأسف الفيلم خلاص اتعمل، فيلم خلص. و يعني إن شاء الله يعني الجزء الثاني يكون أحسن، ما يتمش الذهاب لعودة الشخصية، عودة ناتاشا، لأن ده مش هيكون سيناريو محبب، هيكون قضاء لفكرة الدراما اللي هي اتبنت في الفيلم ده، واللي هي دلوقتي زادت حدة الدراما في اللحظة بتاعت إند جيم. وبس ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة. لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهدة، سلام.